سابقة تعرض لأشياء وصفقات أحيانا مع نظام. يعني عايز أقول كل الأحزاب اللي بتحكم العالم النهاردة كلها أحزاب قديمة، أحزاب ليست أحزاب حديثة، وتاريخ الوفد وتراث الوطني هو صالح لكل العصور، لأن إحنا الوفد هو الحرية السياسية، استقرار القرار الوطني، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، كل هذه الأمور لا تتغير بتغير الزمان. ثورة 25 يناير كنا طرف أصيل في هذه الثورة، كنا في مقدمة هذه الثورة. الوفد في فور تولي رئاستي، مسألة الصفقات دي طبعا مسألة غير يعني لم ترد، يعني احنا لسه هنتكلم عن الصفقات والتحالفات في الانتخابات الجاية. لكن عايز أقول لحضرتك أن الثورة في الوفد، حزب الوفد على لسان رئيسه يوم 8 أغسطس أول من هاجم التوريث. وبالمناسبة أنا يعني يوم 8 أغسطس ده أنا يعني اطمئنيت أن مصر لن يحدث فيها توريث على لسان أحد قادة القوات المسلحة، بيشغل الآن منصب رئيس أركان القوات المسلحة واللواء أو الفريق محمود حجازي. كنا في احتفال بتخريج دفعة من الكلية الحربية، وبعد الاحتفال خرجنا بنقعد نتغدى، فكان جلستي بجوار اللواء محمود حجازي، وأنا كنت مهموم جدا بمسألة التوريث. فسألت قلت له يا سيادة اللواء، من مواطن مصري إلى مواطن مصري، هل ممكن يحدث توريث في مصر؟ قال لي مصر كبيرة قوي يا دكتور سيد. أنا خرجت من المؤتمر ده، من اللقاء ده، وعملت مؤتمر جماهيري ضخم جدا، وأعلنت فيه أن مصر ليست تراثا أو عقارا كي تورث، وأن مصر أكبر من أن تورث، وأنه لن يحدث توريث في مصر. جميل. هذا الرجل الجميل ده اللي أنا بأحييه النهاردة هو رئيس أركان حرب القوات المسلحة. جميل.